رجعنا لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا العالميه، وهنروح طبعا كالمعتاد لازم خبر عن محمد صلاح معانا اللي دايما بيحقق ارقام جديده. نجم ليفربول محمد صلاح حقق جائزه جديده بالدوري الانجليزي ونال لقب افضل لاعب في شهر اكتوبر من رابطه اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور. وسبق طبعا لمحمد صلاح انه توج بلقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي 4 مرات في مسيرته بعد ان سبق وفاز بها في شهر يناير سنه 2017 نوفمبر 2017 وفبراير 2018 ومارس 2018 واكتوبر 2021 ليكون التتويج بلقب اكتوبر 2023 هو الخامس في تاريخه. طبعا هو متعدد الالقاب الحقيقه يعني، ومش بس احسن لاعب، لا هو بياخد جوائز الهداف دايما، والراجل خلاص معدي المرحله دي بياخد جوائز كتير. جوائز اللي بتجيله دلوقتي مش هو اللي بيروح لها يعني.